السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كحك العيد. نعمله بطريقة سهلة جدا ومقادير مظبوطة ومتجربة، ويا رب تنور رضاكم. هنعمله بتلات حشوات: حشوة الملبن، العجمية، العجوة. وهنعمل التلات حشوات على ايدينا. دي حشوة العجمية، ما شاء الله الكحك ده يدوب. ودي حشوة الملبن، ودي حشوة العجوة. هنبدأ على بركة الله. هجيب ربع كوباية سمنة، هدفيها على النار زي دم العين كده، وهضيف عليها معلقتين سمسم ومعلقتين مكسرات مهروسين، وأقلبهم كويس في السمنة، وحط عليهم الملبن. الملبن ما يتحطش على النار عشان ما ينشفش، هي بس تبقى دافيه دفان خفيف كده زي دم العين، عشان يبقى سهل عليا اهرس، تسهل لي هرس الملبن بالشوكه بظهر المعلقه كده، هتلاقيه طري بيتهرس معاكي بسهوله. حتى يصبح بهذا الشكل. هنحضر العجمية، ربع كوباية زيت سمنة، سوري، ربع كوباية سمنة، معلقتين برضو سمسم ومعلقتين مكسرات، هقلبهم مع بعض. هضيف لهم الدقيق، دول هيتحطوا على النار ومعهم الدقيق، هفضل اقلب فيهم على النار لحد الدقيق ما يختفي في السمنة ويتقلب في السمنة كويس قوي. بعد كده هضيف نص كوباية عسل وهطفي عليه النار وأقلبهم تقليبة كويسة. حد ما يبقوا بالشكل ده. عندي العجوة برضو عملتها بالسمنة، بس دي كانت في الفريزر فطلعتها وحط عليها شوية مكسرات وسمسم وأقلبها. عندنا المكونات هنا: السمنة مقدوحة، دول 550 جرام سمنة مقدوحة سخنة. عندي كوباية لبن 250 جرام، 250 ملي سوري. عندي كيلو دقيق، 50 جرام سوميلينا، 100 جرام سكر بودرة، معلقتين سمسم متحمص، معلقة ملح، معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، رشة ملح. عدنا بالنسبة لريحة الكحك، أنا جبت محلب وقرنفل وشمر، وخدت من كل واحدة معلقة بودرة، خدت من كل واحدة معلقة وخلطتهم مع بعض، وخدت معلقة صغيرة حطيتها على كيلو الدقيق. دي روح حلوة وطعم كويس. السومنينة فايدتها ايه؟ السومنينة فايدتها بتخلي الكحك ليه قرشة كده، بدل ما يبقى ناعمين زي في البق، بتبقى ليه قرشة حلوة قوي في الأكل، طعم جميل. سكر البودرة كده مظبوط، لو انت عايزة تزودي سكر براحتك، بس ده المعيار المظبوط. فايدة قدح السمنة ايه؟ بتدي ريحة حلوة في الكحك، قدح السمنة بتدي ريحة حلوة للكحك، وفي نفس الوقت زي كأنها فترة مادة حافظة للكحك، يقعد مدة أطول، شهر أو شهرين، وريحته لازالت حلوة وطعمه لازال حلو، ما بيغيرش. ليه؟ السمنة المقدوحة بتبقى زي المادة الحافظة. هقلب كل المكونات الجافة على بعض، وعندي هنا كرات من الحشوة من العجوة والعجمية والملبن، هضيفهم في بولة أكبر أو طبق أكبر للعجن، كل المكونات الجافة، السكر، البودرة كمان، وهقلبهم تقليبة كويسة. بعد كده هضيف كل مقدار السمنة اللي عندي، المعيار مظبوط ومتجرب، عشان كده هضيف كل حاجة ايه بالظبط ما عدا اللبن. هقلب كويس قوي لحد الدقيق ما يختفي. هنقعد نبس في العجينة دي لمدة 10 دقايق. الكحك ما هو إلا بس، كل ما بسيتي كويس كل ما كانت العجينة مخدومة كويس، والكحكية شاربة من السمنة وطعمها بيبقى حلو، عشان كده هنقعد 10 دقايق نبس فيها. ما بتتعجنش زي العيش ولا زي اي معجنات تانية، ده بس وبس تبسيه كده وبس.
هبسه كويس جدا، وبعد ما بسه هضيف له اللبن بس شوية شوية، مش هنضيف اللبن كله مرة واحدة، لان انا مش عارفة اذا كانت العجينة هتاخد اللبن كله ولا لا، بتختلف من نوعية الدقيق لنوعية اخرى. نضيف اللبن ونقلب كده. خلصنا الكوباية كاملة، لو العجينة في ايدك كويسة ولينة وتمام كده، تمام المقدار كويس. حسيت ان الدقيق بتاعك لا لسه محتاج شوية، ممكن تضيفي له كمان ربع كوباية او كمان معلقتين لبن زيادة، بيرجع لحسب نوعية الدقيق، ممكن ما ياخدش الكوباية كاملة نوعية الدقيق اللي تستخدميها، فانت هتحطي اللبن شوية شوية حسب احتياج العجينة، لان احنا اللبن ده بنلم بيه العجينة بس. العجينة ما شاء الله ناعمة وجميلة وطريه، هبتدي بعد كده افردها على، اخد حته في حجم الليمونه كده وافردها على ايدي، واروح حاطه فيها الحشوه وقافله عليها على شكل سره كده، واكورها تاني وبكفوف ايديا، براحه ايديا كده بالكفوف مش بالصوابع، واضغط عليها ضغطه خفيفه وبعدين انقشها، وبصوابعي كده ولا بايديا احاول اساوي الحروف، ما بضغطش عليها بصوابعي عشان ما تسيبش اثر في الكحكايه، بضغط بكف ايدي ضغطه خفيفه كده عليها تديها شكل دايره، وبعدين بنقشها ونحطها. عندك منقاش انقشي، ما عندكيش منقاش اعملي، عندك فورمة اعملي بيها، ما عندكيش لا فورمة ولا منقاش ولا اي شكل ولا البصامه اللي بيعملوا بيها دي، بشوكه وخرميه كده بس عشان يقدر ان السكر يستنى عليه، لما تحطي سكر ما يزحلقش من عليه، يقدر يمسك عليه السكر. ما شاء الله العجينه لينه وتحفه، وريحته كمان وانتي شغاله كده تحس الريحه طالعه لك كده، ما شاء الله روعه. هنخلص بقيه الكميه، وليكي مطلق الحرية تعمليه سادة، تعمليه بحشوات، تعملي حشوة واحدة. أنا عملت الثلاث حشوات عشان أوريكي إزاي تعملي الثلاث حشوات، لكن أنت ليكي مطلق الحرية، اختاري الحشوة اللي تعجبك ونفذي بالطريقة اللي تعجبك. مش عايزة تحطي مكسرات ما تحطيش، مش عايزة ما تعملي بالحشوات خالص، تعملي سادة اعمليه براحتك، يرجع لست البيت. ما شاء الله خلصنا، ودي الكمية كلها ما شاء الله، الكيلو عمل لنا كل الكمية دي. هغطي عليه واسيبه يرتاح لمدة ساعة، بعد كده هولع الفرن على 170 واسويه في الفرن، طلع لنا بالشكل الوردي ده، وده قعر، بصي قعر الكعكية عامل ازاي ما شاء الله، لون وردي وشكلها من فوق وردي وجميل ومستوي، تحفة بجد ما شاء الله. اتمنى تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي رايكم، ولو عجبتكم وصفتكم وصفتنا النهارده لايك وشير، واشتركوا في القناه حتى يصلكم مني كل جديد، والى اللقاء في وصفات اخرى قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله هسيب لكم المقادير والمكونات في صندوق الوصف.